وصحبه أجمعين. نأسف للتأخير لظروف الجو الخارجة عن إرادتنا، ونبدأ الآن الأمسية الأولى، لأن إن شاء الله هنعمل 3 أو 4 أمسيات حسب ما تختار أنتم إن شاء الله. نبدأ بالأمسية الأولى فنستمع لتلاوة قرآنية مباركة تتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ أحمد عوض أبو فيوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر من امرأته أكرمي مثواه عسى عسى أن ينفعنا
وكذلك من كان وكذلك
والله غالب على أمره. والله غالب على أمره ولكن أكثر وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث الله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله أحسن.
إنه لا يفلح الظالمون. ولقد كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدم قميصه ولهي راودتني عن نفسي وشهد شاهد وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت
المستقيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.